بأي حال عدت يا عيد؟ لسان حال المواطن الشبواني في موسم الاستعدادات والتحضيرات لعيد الأضحى المبارك، بين زحام الأسواق وعشوائيتها وغلاء فاحش يفوق قدرة المواطنين الشرائية، تستمر الحياة بحثا عن فرحة لابد منها. المواطنين اليوم في مدينة عتق أتوا إلى سوق مدينة عتق لشراء ملابس لأولادهم، ولكنهم تفاجؤوا بأغلى الأسعار وظروفهم المعيشية الصعبة. استقبل أهالي وأبناء محافظة شبوة العيد هذه السنة بفرحة عارمة، إلا أن هذه الفرحة كانت تشوهها بعض النقص أو بعض التقصير، من ناحية أن الناس لم تستطع على توفير أكثر احتياجات العيد من أضاحي ومن ملابس عيد. نلاحظ أن هناك قلة أو أن هناك مثل ما تقول امتعاض على غلاء الأسعار وأيضا غلاء أسعار الأضاحي. كالعادة يظل الغلاء سيد الموقف في مثل هكذا مواقف، وشكوى متكررة من الارتفاع الجنوني للأسعار وجشع التجار، فيما يعزو تجار المحافظة الغلاء إلى تدهور العملة الوطنية. المواطنين يعانون من أزمة ومن ظروف يعانون، والشعب وبرضه المواطن بعض الموظفين من ناحية الرواتب أخرت عليهم 5 شهور و6 شهور، وكل شخص يعاني من الحياة، والحياة كذلك تصير صراع، واليمن كله يعاني من الأزمة، مش إلا شبوه كامل. على مستوى اليمن طبعا السبب الأول انهيار العملة، يعني الصرف انهيار كبير جدا. السبب الثاني المواصلات بعد المسافات وغلاء المشتقات النفطية والارتفاع العالمي، الأسعار العالمية طبعا هناك ارتفاع عالمي، هذه الأسباب التي أدت إلى الغلاء. على الرغم من ذلك يبقى التضامن والتعاضد الاجتماعي سمة أساسية تحضر في كل عيد لتخفف معاناة المواطن هنا أو هناك، ومن أجل أن تسود الفرحة الجميع. جمال شنيتر لقناة الغد المشرق، محافظة شبوة.